السلام عليكم، نتشرف بدعوتكم لحضور المؤتمر العالمي 13 لتخصص العناية الحرجة، والذي تقيمه الجمعية السعودية للعناية الحرجة، وهو مؤتمر علمي عالمي يحضره أكثر من 65 استشاري محلي وعالمي على مدى 4 أيام، ويوجد فيه أكثر من 10 ورش عمل، وهو أول مؤتمر بهذا الحجم والضخامة بعد جائحة كورونا، والتي أثبتت المملكة العربية السعودية علو كعبها صحياً على دول العالم. نتشرف بتسجيلكم وبحضوركم، ومن قمة إلى قمة، ومن نجاح إلى نجاح. السلام عليكم، حياكم الله جميعا في مؤتمرنا السنوي 13 للجمعية السعودية طب العناية الحرجة. سعيدين جدا بعودتنا للفعاليات الحضورية بعد الجائحة. أحب أتقدم بالشكر لجميع القائمين للمؤتمر السنوي على جهودهم التي بذلوها من أجل تحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه، لله الحمد، من ناحية جودة التعليم والتدريب في تخصص العناية الحرجة للكبار وللصغار. حياكم الله مجددا. Assalamu alaikum. Good day, ladies and gentlemen. I'm happy to greet all of you on behalf of the Organizing and Scientific Committee of Saudi Critical Care Society for this 13th Annual International Critical Care Conference. You are most welcome to this big event. The conference is shaped in a way to attract your interest. We have put a lot of passion, not only to meet your expectation, but also to exceed it. I'm sure that's going to be fruitful and successful with your participation. I would be happy to meet you all soon in my beloved country, Saudi Arabia, Jeddah.